السلام الله عليكم أحبتي ومستمر معكم في كالكولس 1 وفي سكشن جديد بما يعرف ب مين فاليو ثيورم. خلينا نقرأ النظرية ونشوف ما هي شروط النظرية وما هي النتائج. The mean value theorem بحكي لي f of x function is continuous on the closed interval a b. والشرط الثاني هو أن f of x أيضا is differentiable on the open interval a b. إذا تحقق هالشرطين أن الفانكشن continuous وأنه differentiable continuous على closed interval و differentiable على open interval، بطبيعة الحال لا يكون الفانكشن differentiable على closed interval. هذه أساسية، إذا كان continuous على closed فهو حتما differentiable على open interval. إذا تحقق الشرطين then هذه الإيه المقلوبة تقرأ there exist c at least c belong to هال interval a b such that f prime of c equals f of b minus f of a over b minus a. يبدو أنا أعلم يعني كم هذا الكلام يبدو غامض بالنسبة للطلاب، ولكن قبل أن أحاول تفسير ما يجري، هذه النظرية كتبت باي جوزيف لويس لاغرانج 1736 ل 1813، وهو رياضي فرنسي الأب وإيطالي الأم. خلينا نحاول نفسر ماذا كان يدور في رأس هذا الرجل. ما كان يريد لاغرانج أن يقوله أنه لو عندي x-axis y-axis وعندي function وهذا function defined ومعرف وcontinuous من interval over closed interval a b، بطبيعة الحال كما نعرف فإن هذه f of a وأن هذه f of b. لو فكرنا في right hand f of b minus f of a over b minus a، ماذا تمثل لنا هذه؟ تمثل لنا هذه ميل هذا السيكنت. لو حدا طلب مننا أن نجد السلوب لهذا اللاين أو لهذا السيكنت فهو f of b minus f of a over b minus a، أو كما هو متعارف عليه y2 minus y1 over x2 minus x1. يقول في نظرية أعطيني function continuous من على الـ closed interval a b وdifferentiable على open interval a b، فإنه سيضمن وجود c. ما قصة هذه c؟ يوجد هنا at least c واحدة، قد يكون هناك أكثر. والسلوب لهذا الجراف أو السلوب at c سيكون مساويا للسلوب لهذا السيكنت. هذا هو ما كان يريد أن يقوله لاغرانج. وبطبيعة الحال لما نحل المسألة الأولى على هالموضوع كمان الحل سيجعل الأمور أكثر وضوحا. لن نخوض في الجرافس وفي هذه التفاصيل، وإنما سيكون الشغل كله الجبرك وخلينا نشوف السؤال الأول. السؤال الأول يا أصدقاء، هكذا يأتي عادة نص المسائل. Verify that the function f of x equals 6x cube minus 6x satisfied the hypothesis of the mean value theorem on the interval from 0 till 2 وهي closed كما تروا. And في جزئية ثانية للسؤال find all numbers c that satisfy the conclusion of the mean value theorem. قبل حتى أن أبدأ بالحل حاب أن أنبه إلى نقطة
أساسية وهي ما يلي: إنه أول شيء عليك أن تدرك أن هذا السؤال يوجد فيه جزئين. الجزئية الأولى هو أن تتأكد أن هذا الفانكشن satisfies، أي أنه يحقق the hypothesis، فرضيات أو شروط of mean value theorem. وما هي شروط mean value theorem؟ أن يكون الفانكشن continuous على closed interval، وأن يكون differentiable على نفس الانترفل ولكن open. والجزئية الثانية: إذا كان يحقق the hypothesis of the mean value theorem، then شو نعمل؟ We have to find all numbers C التي تتحدث عن النظرية. ما هي هذه القيم التي تتحدث عنها المين فاليو ثيرم؟ طيب، أيضا ننبه إلى قضية أخرى، أنه هالانترفل هاي اللي بنكتبها من 0 تلدان أحيانا تكتب بهذا الشكل أو تكتب بهذا الشكل، ولا اختلاف بين هذا وهذا، ولكن هذه بصيغة inequality وهذه بصيغة interval، ولكن التنتين زي بعض. فإذا شفنا هذه أو هذه لا نستغرب، إنما واحدة منهم أكيد راح تكون جاية في المسألة وليس شيئا آخر. خلينا نبدأ بالحل. وعلى الجزئية الأولى، وخلينا نحكي أنه number one، نقسم المسألة إنه إلى الفيريفيكيشن، إنه رح نعمل فيريفاي إنه هذا الفانكشن فعلا يحقق الهايبوثيسيس أوف مين فاليو ثيورم. نقول رقم واحد: أنا f of x equals 6x cube minus 6x. طبعا continuous over الانترفل المعطى وهي من 0 إلى 2. وما أدرانا أن هذا الفانكشن continuous. هناك شيئين أقولهم. أول شيء، ما راح يجيب لك فانكشن مش continuous ويسألك ويحكي لك أنه عمل verification. هو continuous راح يكون، ولكن هذا ليس شيئا علميا. أما الشيء العلمي فهو أن هذا الفانكشن هو polynomial كما ترى، ونحن ما نعرف عن البولينوميالز أنها continuous everywhere. فإذا كان البولينوميال continuous everywhere فهو continuous over هذا الrestriction من 0 إلى 2. نمبر 2، نجد يعني يسأل الطالب كيف يكون الفانكشن، يعني تأكدنا أن الشرط الأول متحقق وهو أن هذا الفانكشن المعطى 6x cube minus 6x continuous over هذه الانترفل. ما معنى بالنسبة للطالب أن يكون الفانكشن differentiable؟ الطلاب لا يحبوا هذه الفكرة كثيرا. يقول لك طيب في فانكشن مش differentiable؟ طبعا فيه، وكثار الفانكشن not differentiable. طيب كيف احنا نثبت ان هذا الفانكشن ديفرنشبل؟ باختصار جديد، اوجد الدريفاتيف. اف برايم اوف اكس ايكوالز 3 تايم 6 18 اكس سكويرد ماينس 6 اوفر هذه الانترفل. وتذكروا يا اصدقاء انه اذا كان الفانكشن كونتينوس على كلوزد انترفل فهو حتما ديفرنشبل على اوبن انترفل. لا يوجد شيء اسمه derivatives at the end points. لازم الانترفل تكون open في حالة differentiation. طيب، هل هذا يثبت بأنه هذا الفانكشن يحقق hypothesis of mean value theorem؟ طبعا تحقق الشرط الأول، وتحقق الشرط الثاني. الأول أنه continuous لأنه polynomial، والشرط الثاني متحقق هو differentiable. ودليل انه ديفرنشبل هذه هي الدريفاتيف. وجود الدريفاتيف يثبت انه ديفرنشبل. اذا تحقق الشرط الاول والثاني، ماذا نستنتج من ذلك؟ نستنتج انه there exist at least c belongs to الانترفل from 0 till 2 such that f prime of c equals f of 2 minus
f of 0 over 2 minus 0. طيب انتهينا من الشق الأول في الحل ورح نيجي الآن إلى الشق الثاني وسنكون الآن في رحلتنا في البحث عن هذه السي التي تتحدث عنها النظرية f prime of c. لاحظ عندي هون موجود f prime of x، هذه هي f prime of x، راح نستبدل x بc لأنه بنحكي f prime of c، so راح تصير 18 c squared minus 6 equals now f of 2. من وين نجيب f of 2؟ من الفانكشن الأصلي f، راح نعمل replace لا 2 بهذا الفانكشن، بإمكاننا نستخدم الكالكوليتر كونها يعني موجودة بالامتحان والطلاب لا يستغنوا عنها، سواء كنت أنا مع أو ضد ذلك هذا هو واقع الحال. بطبيعة الحال كيوب minus 6 times 2 والناتج هو 36، بمعنى إذا بتعمل plug in ب 2 فإن الناتج 36، وإذا بتعمل plug in ب 0 واضح أن الناتج سيكون 0 divided by 2 minus 0. نحاول نعمل simplification على الرايت هاند، عندي هنا 18 c squared minus 6 equals 36 over 2، يعني 18 c squared minus 6 equals 18 اللي هي 36 over 2، وراح نجيب ال 18 لهذه الجهة وبتصير معادلتنا بهذا الشكل 18 c squared minus 6 minus 18 equals 0. نعمل combining لهذولا، عندنا 18 c squared minus 24 equals 0. وأيضا مرة أخرى الطلاب عندما يريد أن يحل هذا النوع من المسائل فإنه يلجأ إلى الكالكوليتر في الفانكشن اللي مشهور بالنسبة لكل الطلاب، وأنا أقولها صدقا أنني تعلمت هذه المهارات على الكالكوليتر من الطلاب وما كنت أستخدمها قبل، ولكن هذا هو الموجود الآن. عندنا مود 5 3، عندنا A كما تلاحظون 18 then equals B missing لأنه ما عندي C فهي 0 equals و C هي minus 24. فالأجوبة الموجودة هي C equals 2 radical of 3 over 3 و C equals minus 2 radical 3 over 3. وأقول هنا أوجد قيمة تقريبية لكل من هذولا اللي هي باستخدام هذا في عندنا هنا SD اللي هي this is about 1.154 إلى آخره، وهنا minus 1.154 أيضا إلى آخره. الآن لاحظ معي يا رعاك الله إنه C about 1.2 let's say، وهذه minus، هذه ترفض، هذه القيمة ترفض لا نقبل بها، والسبب هو إنه سنسأل هذا العدد وهذا العدد من منهم belong to this interval. طبعا ال 1.15 إلى آخره هذا belong to this interval، في حين هذا العدد اللي هو minus 1.154 not belong to this interval. So we have one single value of C وهي 2 radical 3 over 3، وبهذا يكون قد انتهى الحل. أحبتي شكرا لكم، ولمزيد من المسائل بإمكانك أن تبقى معنا، وسوف أعرض بعد هذا المقطع حل هذا السؤال أيضا على ما يسمى بالمين فاليو ثيرم.